رغم طرائم كسبته بالإصدارات الاقتصادية والاجتماعية المتنوعة، لكن اسم المفكر المصري جلال أمين الذي رحل عن عالمنا بعد توقف عداد عمره عند 83 عاما يرتبط بكتاب شهير هو ماذا حدث للمصريين، والذي استخدم فيه الأكاديمي البارز مشرطا دقيقا كخبراء الجراحة لتحليل شخصية المصرية على مدار نصف قرن كامل. المفكر اليساري ترك إرثا كبيرا للمصريين يعودون إليه لتحليل جميع الظواهر الاجتماعية التي ذهب بعضها دون رجعة في الفترة من 1945 إلى 1995، وامتد أثر آخر إلى وقتنا هذا. نقدم هنا أبرز ما تطرق إليه المفكر المصري الراحل في كتابه. الحراك الاجتماعي. يحمل أمين في كتابه الحراك الاجتماعي مسؤولية تعاسة المصريين عن المستويات الثقافية والسياسية والاجتماعية، موضحا أن علاج السياسات الحكومية لن تجدي وحدها لوقف تدهور المصريين، لأن المرض يعود للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى التي تعرض لها المصريون منذ عام 1952 أعقاب ثورة الضباط الأحرار، حيث دفعت الثورة عجلة الحراك الاجتماعي في مصر بشكل غير مسبوق وبسرعات عالية وبدون وعي بتبعاتها الاجتماعية والثقافية، نظرا لضعف الخلفية الفكرية والثقافية لقادة الثورة أنفسهم. انقلاب الهرم الطبقي. قلبت السياسات الاقتصادية والسياسية الكبرى مثل التصنيع والإصلاح الزراعي ثم الانفتاح والهجرة الخارجية والعولمة الهرم الطبقي في مصر رأسا على عقب، لأنها دفعت بفئة واسعة من الطبقات الفقيرة والمتوسطة المصرية إلى أعلى السلم الاجتماعي المصري بشكل سريع وغير مسبوق، فتحول المصريون إلى فئة محظوظة أتلت قمة الهرم الطبقي في زمن قياسي وبدون جهد يذكر، وباتت مشغولة بالتعالي على من هم دونهم وإذلالهم، وفئات أقل حظا لم يسعفها الحظ للصعود الاجتماعي، وباتت هي أيضا مشغولة بالصعود الاجتماعي وبكراهية من هم أفضل منها لأنهم لا يستحقون هذا الثراء. وبحسب أمين فالجميع في مصر نسي قيم العمل والكفاح والرضا والقناعة التي كانت منتشرة في أوساط المصريين قبل الثورة، على الرغم من أن الحراك الاجتماعي في مصر كان منعدما في تلك الأوقات، وعلى الرغم من أن السور الذي يفصل الطبقة المصرية قبل الثورة كان سورا حديديا يصعب اختراقه. مراحل التمرد الأسري. وضع أمين يديه على بعض الأزمات التي تنغص حياة الأسر المصرية في مراحل مختلفة، فيعدد أحد أهم هذه الأسباب في أن الأولاد يتمتعون بفرص جديدة لم تكن متاحة للآباء بسبب تفوقهم عليهم في المستوى التعليم واتصالهم ببيئات جديدة لم تتح للأب أو للأم أي فرصة للاتصال بها، فيكتسب الأولاد ثقة بقدراتهم على الكسب والترقي الاجتماعي، تفقدهم ما كان لديهم من احترام للبيت الذين نشأوا فيه. وسلط الكاتب الضوء أيضا على محاولة الأب ممارسة سلطة قديمة دون جدوى، وكذلك تمرد البنات على محاولة تزويجها بقريب لإدراكها أن بإمكانها الآن عن طريق الزواج تحقيق الصعود في السلم الاجتماعي، أو أن لديها فرصة للتعليم أو الخبرة أو المال المكتسب من الهجرة ما يؤهلها لذلك، فتطالب البنت بمزيد من التحرر لا تستسيغه عقلية الأب أو الأم التقليدية. كيف تطورت لغة المصريين؟ يعرج فيلسوف الاقتصاد في كتابه للحديث عن التغيرات التي طرأت على لغة المصريين، فقد اختار اللغة الدارجة ولغة الكتابة خلال 30 عاما الماضية تغير لافت للنظر وجدير ببحث مستقل عازيا أسبابه إلى ظاهرة الحراك الاجتماعي.
فقد بدأت الثورة منذ أيامها الأولى بإلغام رسمي للألقاب من بشوية وما إلى ذلك، ولكن ما كان يمكن أن يحدث هذا الإلغاء في الحياة اليومية لولا تطابقه مع التغيرات الاجتماعية. ويستعرض الكلمات والتعبيرات الجديدة التي دخلت إلى اللغة تعبيرا عن هذا التغيير الطبقي، فقد استعار وصف رئيس الجمهورية بوصف الرئيس المرتبطة بثقافة الحرفيين، وهو لفظ شاعه استخدامه في الإشارة إلى أن رئيس البلاد من الإشارات القديمة مثل يا حضرة ويا أستاذ، ودخلت ألفاظ من طنش وما إلى ذلك من قاموس المصريين. وفي فصل آخر يرثي المفكر حالة اللغة العربية والتدهور الذي أصابها من الخمسينات حتى مطلع التسعينات، فيروي أن الخطأ في النحو والإعراب كتابة أو إلقاء من أسباب شعور الإنسان بالخجل، نظرا لأن مدرسي يجيدون اللغة ويعشقونها، كما كان المناخ يحترم اللغة ويرعى مكانتها. أما الآن فالخطأ في اللغة لم يعد شيئا يستحي منه الإنسان المصري عن ذي قبل، كما كان لم يعد التزام الكلام والكتابة لغة عربية مجالا للفخر. المشاهد تيفي، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.